يعني أي طرف اللي عنده علاقة بالديجيتال في المغرب، أي جمعية اللي عندها اهتمام بالديجيتال، راه ممكن أنها تأخذ هاد المبادرة. أنا نقول لك بكل بساطة باش من تماش هربت من الجواب. كان أول مبادرة كانت واحد باكت سميتو لو باكت ماوك ديجيتال، أو ما عرفنا بأن ما كانت ملائمة حتى ربما حتى بدا تهيئ والتحضير وهذا الحدث. قبيلة هدرت على التمويل باش نأكد، راه ماشي التمويل فقط شركات ناشئة، اللي باش نعلموا الناس بين قوسين خاصة على المستوى العالمي بأن كاين شي حاجة في المغرب ما كتتعلقش غير بالتكنولوجيا، كتتعلق بمجالات اللي كبر، اللي فيها غنقولوا واحد المصالح اللي كبر. We need to forget about the ecosystem. الأنانيات اللي خارج علينا في هاد البلاد، وأن كل واحد كيفكر في راسه وفي الهيئة دياله وفي هذا، خصنا نحاول ما يمكن نخدمه مجموعين.